أعلنت وزارة المالية مديرية الموارد البشرية مسابقة على أساس الاختبارات لدى مصالح الإدارة المركزية في رتب تلالية. متصرف محلل ومهندس دولة في الإعلام الآلي، نمط التوظيف على أساس الاختبارات. شروط الالتحاق: بالنسبة لمتصرف محلل، المترشحين الحائزين على شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها. فيما يخص مهندس دولة في الإعلام الآلي، المترشحون الحائزين على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو ماستر أو ما يعادلها. عدد المناصب المفتوحة بالنسبة للمتصرف محلل 27 منصب، بالنسبة لمهندس دولة في الإعلام الآلي 15 منصب. ومكان التعيين الإدارة المركزية. أما فيما يخص ملف الترشح، تكون من طلب خطي للمشاركة في المسابقة نسخة من بطاقة التعريف، نسخة من مؤهل أو شهادة أو شهادة معادلة لها، شهادة الإقامة. فيما يخص الاستمارة، تسحب من موقع فونكسيون بيبليك ويدعى ملف الترشح إلى مديرية الموارد البشرية مستخدمي المديرية الفرعية المركزية بوزارة المالية من عكنون الجزائر في أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ أول إشهار لهذا الإعلان. وفيما يخص المترشحين على المقبولين لاحقا، فيستكملان ملفاتهم بشهادة الميلاد صورة شمسية، نسخة من إثبات شهادة رسمي الخدمة الوطنية، شهادة عائلية عند الاقتضاء، شهادة طبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.